فجأة كده من غير حتى ما يسلم علينا. ما تظلميش يوسف يا دنيا، هو أكيد عمل كده عشان كان متأكد إنك هتتمسكي بفكرة إنك تسافري تشهدي معاه. ما هو ساعدنا يا عم، وإحنا كمان لازم نساعده. هنساعده يا حبيبتي هنساعده. أنا استشرت بعض زملائي اللي لهم خبرة بالمحاكمات العسكرية اللي ممكن هو يتعرض لها. يعني هو في خطر يا أستاذ سامي؟ يعني نقدر نقول خطر معنوي. في المحاكمات العسكرية اللي من النوع ده أقصى عقوبة بتبقى إيه؟ التجريد من الشرف العسكري، ودي قاسية جدا بالنسبة لأي ضابط، زي بالظبط حكم الإعدام لأي واحد مدني. لا إحنا مش هنسيبه، أنا هسافر له يا أستاذ سامي. كل اللي أنا محتاجاه من حضرتك إنك تساعدني في إني أدخل البلد دي وأشهد معاه. مش هنسيبه طبعا يا دنيا، بس سفرك ده محتاج لتفكير وترتيب كويس. ليه؟ أخشى إنهم ممكن يقبضوا عليكي وأنت هناك بحجة القوانين اللي عملوها بعد 11 سبتمبر. طب والحل إيه؟ الحل إن إحنا نأمن سفرك بشكل رسمي وشعبي. رسمي إزاي يعني؟ عن طريق الخارجية مثلاً؟ لا طبعاً مش هنقدر نسفرك عن طريق الخارجية، لكن أقل ما فيها تبقى الخارجية عارفة إنك مسافرة. وشعبي يعني إيه؟ شعبي بقى، وده المهم، إن إحنا نهيئ الرأي العام هنا وهناك، صحافة، إعلام، المجتمعات المدنية، حقوق الإنسان. مهم جدا إن الأمريكان يبقوا عارفين إن كل خطواتك متراقبة ومعروفة في جميع أنحاء العالم، عشان لو بيفكروا في أي غدر كعادتهم يخافوا. أستاذ سامي، أي حاجة مطلوبة مني أنا هعملها، بس كل اللي برجوه من حضرتك إنك يعني تسرع في الإجراءات، أنا خايفة إن هما يحاكموه أول ما يوصل. هو عامل ايه دلوقتي؟ مش عامل حاجة. جو والتن القوي الحاد اللي كان بنضرب بيه المثل في القسوة والصلابة بقى مجرد ذكرى. الكولونيل اللي خاض المعارك والحروب اللي كان معروف عنه الشجاعة اتهزم في الحرب الأخيرة، هزيمة كسرته فإنه اتهزم قدام ابنه. أنا ما كنتش عارف الكلام اللي بتقوليه ده، رغم اللي عمله جده معايا ما كانش فيه إنسانية ليا ولا لأبويا. عمري ما فكرت إن أتهم. وبعدك عني وعنه ده بيسميه إيه يا حضرة النقيب؟ مجرد الاحتمال. شفت جر مصايب قد إيه؟ حتى الاحتمال ماليش إني أفكر فيه. انت بتحاكميني بطريقه غريبه قوي يا ماما. يا ابني انا بحبك مش بحاكمك. كل الشواهد اللي حصلت من بعد ما عرفت اصل الحكايه هي اللي وصلتنا للحاله دي. كانش ينفع اسمع دعائكم وانا بهرب من بلد لبلد مطارد، بس كان ينفع تسمع كلمه واحده، ان اللي حصل ده لاننا كنا خايفين انك تبعد، وإن الجريمة اللي حصلت دي كان أساسها الحب. واللي يعرف أكتر بيسامح أكتر. الإنسان عشان يسامح بجد محتاج ياخد وقت، لازم ياخد وقت، لازم يفكر، لازم حتى يحاسب نفسه. وعرفت؟ عرفت إن اللي شفته وقابلته في رحلتي كان مترتب لي إن أشوفه. الزمن كان حاجز لي مساحة عظيمة قوي عشان أميز وأقدر التجارب اللي قابلتها. كانت تجارب مؤلمة جو؟ كانت تجارب مهمة. في تجارب بتخلينا عايزين نعيش، في تجارب تانية بتخلينا بنحب نعيش. أنا نصيبي كان من النوع التاني. وإحنا نصيبنا إيه معاك؟ أنتوا أصلاً نصيبي كله. أنتي أمي وجو والتن أبويا. سامي السمنوتي أبويا برضو، ولعلمك مشاعري ناحيته رغم الفترة القصيرة دي ما تقلش بحرتها عن مشاعري ناحيتكم. ربنا رحيم، رغم كل الألم اللي مريت بيه
جواك كل طاقة الحب دي؟ محدش بيتعلم الحب، لكن في ناس ممكن تعلمك الكره. وانا كنت محظوظ اني ما قابلتش الناس دول. أستاذ كريم، أنا مش عارف أشكرك إزاي على اللي عملته معايا. أنا عارف يا سيدي، تقول إنك هتقعد. سوريا بلدك وإحنا إخواتك. طبعًا سوريا بلدي، بس هقعد هنا أعمل إيه؟ جواد يا أخويا، كان لازم نمضي أنا وإنت على التعهد ده علشان القضية تخلص. أنا قضيتي ما خلصتش يا أستاذ كريم، أنا قضيتي هناك في العراق. ما تأخذنيش يا جواد، ليك مين هناك دلوقتي؟ ليا كل حاجة يا أستاذ كريم، مع إني ما ملكش أي حاجة. ليا الوطن، مع إني ماليش فيه بيت ولا أسرة. ليا الهوى، مع إني لو حد شافني بتنفس هوى بلدي ممكن أتسجن أو أتعدم. ليا الشمس يا أستاذ كريم، مع ان نورها بينزل كل يوم على ظهري زي الكرابيج عشان يفكرنا باللي احنا فيه. انا مقدر شعورك وحاسس بيك، بس انا رايي انك تحاول توصل لبنتك نور، سواء كانوا في لبنان او سابوها. يمكن بنتك تعوضك عن كل راح منك يا جواد. طول ما نور مع دنيا انا مطمن يا استاذ كريم، وطول ما دنيا عايزه تاخدها وترجع بيها مصر أنا مطمن أكتر. بس نور تستحق يا أستاذ كريم يبقى لها وطن، تستحق يبقى عندها جذور. ولو الجذور دي مالهاش فرصة إنها تتغرس في الأرض، نغرسها جوا قلوبنا يا أستاذ كريم ونرويها بدمنا لغاية ما نبقى إحنا جزء من الأرض، نندفن فيها، ندوب فيها لغاية ما نبقى إحنا وهي شيء واحد. أنا مش عارف أقول لك إيه، على قد ما أنا عايزك تقعد هنا، على قد ما أنا مقتنع إن العراق مش هيتحرر ولا يوقف على رجليه غير بيك وباللي زيك. أستاذ كريم، الأوطان عمرها ما بتوقف على حد، إحنا اللي محتاجين لها. عشان كده لما نبعد عنها لازم إحنا برضو اللي نرجع لها. أشوف وشك بخير. أشوف وشك هناك في بغداد، البصرة، الفلوجة، سامراء، الموصل. اختار انت وبعت لي انا والولاد. هنجيلك. ياه، كل البلاد اللي قلتها دي يا استاذ كريم جوه نن عينيا، كلها حلوة. بلادنا حلوة قوي قوي يا استاذ كريم، وصدقني بتبقى أحلى بكتير لو حبيناها. لا، ما هو المحامي صاحبي اللي في أمريكا اللي أنا كلفته يقف جنب يوسف هناك كلمني النهاردة، بلغني ان المحكمه وافقت انهم يسمعوا شهاده دنيا. الحمد لله، كده يوسف اكيد هيبقى مطمن. لا، الحاجات دي بتتعمل من ورا يوسف بالاتفاق مع جدته وظابط من زمايله. ايه ده،
معقول يا استاذ سامي؟ يعني يوسف ممكن يرفض حاجه زي دي؟ الضابط اللي زي يوسف ده بيبقى حساس قوي، عنده تحفظ، عنده خجل انه يطلب مساعده من اي حد، فما بالك بقى لو كان بيطلب المساعده من حد عارف ان المساعده دي ممكن تضره. ايوه يا استاذ سامي، بس حضرتك قلت لي ان مفيش اي خطر عليها ولا ايه؟ لا 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 لا، اطمني، مجرد الاعلان عن وصولها في امريكا هيبقى في ناس كتير قوي 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 واقفين معاها لحظه بلحظه. انا مش هطمن الا لما حضرتك تكون معاها. هي مش الفيزا طلعت؟ تقريبا الفيزا هتكون جاهزه بكره. ما انا ليا ناس كتير قوي جامدين في وزاره الخارجيه ووقفوا معانا. يعني حضرتك مطمن يا استاذ سامي؟ ها، ربنا يكملها على خير. قولي لي انت بقى، الصحافه اخبارها ايه في الموضوع ده؟ كله جاهز يا استاذ سامي، صحف قوميه وحتى صحف المعارضه، من النادر جدا لما يتجمعوا هما الاثنين على حاجه واحده. عشان اللي بنطلب لها الحمايه مصريه، وتستاهل ان الواحد يقف جنبيها ويدعمها. عارفه يا زينب، احلى حاجه في شعبنا ده انه مهما اختلف ممكن ينسى كل الخلافات دي مقابل حاجه واحده بس. ايه هي الحاجه دي يا استاذ سامي؟ مصر يا زينب، مصر. محدش بيختلف على كرامه اي مصري ممكن اي حد يتعرض له. ساعتها ننسى كل الخلافات ونبقى يد واحده امام هدف واحد. يا بنتي يا بنتي، خلي شويه من الهدوم الجديده اللي جايبها لي زينب، دول خساره في البهدله. وانتي ايه اللي هيبهدلك بس؟ والله ما حدش عارف، بس ما تقلقيش، انا اتعودت على البهدله. انا خايفه على الهدوم، هي اللي خساره في جوانتانامو. يا شيخه ما تقوليش كده، انتي الدنيا كلها هتبقى معاكي حتى لو كنت لوحدي. صدقيني يا زينب، انا مش هتردد لحظه، اصل انتي ما تعرفيش يوسف ده عمل معايا انا ونور ايه. عشان كده انا بقول ان راجل شاه ده، احنا المفروض نروح نشكره. والله والله انت عايزه بقى تروحي تشكريه ولا عايزه تسافري وخلاص؟ شوفي البنت. طب بذمتك يا ماما دنيا، مش بعرف اهرب كويس. شفتي البنت بتقول ايه؟ اسكتي خالص، اوعي تقولي الكلام ده تاني مره يا حبيبتي. من هنا ورايح مفيش حد هيهرب تاني. ماما دنيا رايحه تقول كلام كويس علشان خاطر شغل عم يوسف ورجع على طول. يا ترى عمل ايه مع جده وجدته؟ سامحهم ولا سابهم وراح عاش لوحده؟ اللي بيحب بيسامح يا دنيا، ويوسف ده قلبه كبير، مش ممكن ابدا مشاعر الكره هتنتصر على مشاعر الحب جواه. بس في مشاعر تانيه ممكن تهزم مشاعر الحب، مشاعر الخوف والانكسار. يا دنيا، انتي لسه بتفكري في حازم؟ قصدك تقولي يا دنيا انتي لسه عبيطه. عندك حق، المفروض بقى ان انا اقتنع خلاص ان الحب بقى زي اي حاجه في حياتنا، سهل قوي ان هو يتنسي. بس انا زعلان منك يا شريف، لا بتحضر الدروس ولا بتسال عليا ولا حتى بتسال على زمايلك. هو احنا عملنا لك حاجه ضايقتك يا ابني؟ لا يا دكتور، ازاي؟ ده انا اول ما سمعت ان حضرتك عايزني جيت على طول. امر الامر لله، بس انت وحشتني فقلت اسال عليك. لكن انت ما قلتليش بقى موضوع اخوك الضابط الامريكاني ده، هو لسه هنا؟ حقيقة هو مش هنا، تسافر امبارح. احنا كان نفسنا نتعرف عليه، لكن باقي ان شاء الله لما يجي تاني، او لو اي حد من زمايلك سافر امريكا لازم تديله عنوان، ما هو لازم يعمل واجب مع اصحاب اخوه. لا، ما هو طبيعه شغله كضابط جيش ما بيلاقيش وقت فاضي، ان شاء الله تتعوض المره الجايه لما يجي نبقى نخرج مع بعض كلنا. يا سيدي، هو يجي احنا نروح له مش فارقه، هو يكرم عشان اخوك. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، ده يتشرف. انت قلت لي انه ليه معارف كتير في امريكا؟ اكيد طبعا، مش امريكاني، اكيد ليه اهل وقرايب واصحاب. طبعا طبعا، بس انا كل تفكيري بقى ان الواحد لما بيسافر البلاد دي ومفيش حد يعرفه هناك ما بيعرفش يوصل اللي هو عايزه. لكن بقى لو المرافق بتاعك امريكاني وظابط في البحريه الامريكيه، ده انت لو طلبت لبن العصفور هيجيبه لك، مش كده ولا ايه؟ وبعدين ازاي الوالد؟ هو كويس؟ عايزين نتعرف بقى على الراجل ده،
ده والد شباب محترمين، وست الوالدة هي والوالد على وفاق مع أخوك اللي في أمريكا. أنا فعلاً الأول ما كنتش واخد الحكاية بجد. لا لا لا، ما ينفعش ما ينفعش هنا كمان ألعب بالكلام. أنا كنت واخد الحكاية جد جدا، كنت مركز في حاجة واحدة بس، إزاي أعرفها شوية وبعدين أسيبها بعد كده، زي ما عملت مليون مرة مع مليون واحدة. لكن بعد شوية ابتديت أفكر بشكل مختلف، ابتديت أحس إن أنا مسؤول عنها، ابتديت أحاول أصلح عيوبي أو على الأقل أداريها. أنا عارف إن اللي حصل ده عقاب ليا على اللي عملته، لكن لا أنت رحيم. أيوه رحيم، ولو عايز تعاقبني كان زماني دلوقتي هناك في الجحيم وعلى طول، يمكن حتى من غير حساب. بس أنا طمعان في شوية رحمة زيادة، يقابلها ينساها. أنا آسف أنا عارف إني ما بجيش هنا غير علشان أطلب حاجة. أنا فعلاً محرج، بس أنا حاجي هنا تاني ومن غير ما أطلب حاجي كتير، حاجي عشان أصلي وأطلب الهدوء لنفسي. يوه تاني طلبت تاني، آسف. يظهر إن الطمع ملوش حل. زي عذاب اللي بيحبه. ملوش حل. ايه اللي جابك هنا؟ انا عمري ما كنت اتخيل اني ممكن اقابلك هنا. جيت عشان اشوفك. بس انا اول مره اجي الكنيسه دي بالذات. أول مرة أحب بجد، عشان كده ربنا بيشجعني إني أستمر وأخلص. ريمو أنا، أنت لازم تزودي صلاتك عشان إيمانك يزيد يا دنيا. إيماني؟ أيوة يا دنيا، لازم إيمانك يزيد بينا احنا الاتنين. لازم تقتنعي بقى
إن إحنا الاتنين اتقابلنا أصلاً مش عشان نهرب من بعض. أنا مش بهرب منك يا ريمو، أنا خايفة عليك. أنت إنسان طيب ونقي، مش عايزة أكون النقطة السوداء اللي في حياتك. دانيا، مش هسمح لك تبعدي عني تاني. ريمو، مستحيل نكمل. أجمل حاجة في الدنيا نحنا نعمل اللي ممكن نشوفه مستحيل. طب ندي لنفسنا فرصة تانية نفكر. احنا اتقابلنا صدفة، حظ. الحظ زي الإزاز، على قد ما بيلمع سهل قوي انه يتكسر. انا خايفة تندم. الندم مش خوف من اللي عملناه، الندم من نتيجة اللي عملناه لو غلط. وحشني كلامي. قصدي كلامك، لأن كل اللي بقوله ده بتاعك أنت بس، مش من حق أي حد تاني إنه يسمعه. يعني عايز تقنعني إن أنت اتعدلت؟ حاطط كل همي في الشغل. ما أنا أصلي ما حكيتلكيش، أنا رجعت تاني شاركت كارلا. يا شيخ، كارلا؟ آه، دي اتغيرت خالص. شوف يا دنيا، أنا هحكي لك على كل حاجة، بس لازم تصدقيني. وريني كده. آه، أهو. تيالي كده هتصدقيني، صح؟ مفيش فايدة. أنا زهقت بقى من مود الزفت الشوفي اللي إحنا فيه ده، عايزين نرجع نشتغل تاني يا أخي. نعمل إيه؟ ما هي الأوامر لسه ما جاتش. أنت عرفت منين؟ منين يعني يا ريس؟ انت لسه قايل لي الكلام ده امبارح والنهارده الصبح. اعذرني يا حيدر، حاله الاسترخاء اللي احنا فيها دي مخلياني متوتر جدا. انا عمري ما كنت كده. انا جاني رساله ان في مجموعات بره التنظيم بتاعنا بدات تعمل شغل جامد قوي في العراق وعملياتهم مسمعه. ما هو ده طبيعي، احنا مش واخدين توكيل المنطقه. يعني رجالتنا هناك يقفوا لهم ولا يتعاونوا معاهم؟ شوف، هو غلط ان احنا نمنعهم، لان مصالحنا في الاخر واحده، وكمان مش مفروض ان احنا نتعاون معاهم، لان احنا لا نعرف دول مين ورا طموحاتهم ايه. يا ريس، فالزوره دي ولا حاجه؟ قولي، هم مركزين فين الفتره دي؟ معظم عملياتهم في كربلاء والنجف ودلوقتي في الفلوجه. يبقى نتفرج عليهم، بس وصل رجالتك يخلوا عينيهم مفتحه قوي. قولي يا حيدر، اخبار اجتماع بكره ايه؟ كله تمام يا ريس، وبكره الجماعه الجداد هيدوك تمام. الحمد لله على السلامة. رحلتك كانت طويلة قوي. الله يسلمك، وانت كمان رحلتك كانت طويلة على حسب ما سمعت. أنا رحلتي بتبتدي دلوقتي، المحطة الأولى كانت في العراق، إنما أنا دلوقتي عرفت المحطة التانية، عرفت أنا رايحة ليه. وفين بقى المحطة التانية؟ فلسطين يا جو، أنا مسافرة بعد 4 أيام. ياه، أنت اتغيرتي قوي. مش لوحدي، بيتهيألي كلنا اتغيرنا، بس يا رب يكون للأحسن. عارفة يا ميليسا، مع كل اللي بيحصل في حاجة غريبة قوي في البلاد اللي كنا فيها. عارفة لما الواحد بيبقى عيان بيضعف، جسمه كله بيبقى ضعيف، بس بيبقى عايش، بيقاوم، قلبه عمره ما يضعف، يفضل يدق. إنما إحنا العكس، في بلدنا الجسم قوي صلب، إنما القلب ميت. عشان كده إحنا مش عايشين. ياه، أنت بقيت فيلسوف. وأنت بقيتي عظيمة، لأنك حددتي هدف وعايزة توصلي له. الهدف مش بس إن الناس هنا تعرف حقيقة اللي بيحصل في بلاد بعيدة عنها، الهدف إنك تحس بالإحترام مش ناحية نفسك،
لكن ناحيه التجارب اللي بتتحط فيها. ما بقيتيش تخافي من الموت؟ دنيا ابو ليلى عاشت الموت في كل لحظه، لكن هي دلوقتي في بلدها مطمنه منتصره، وانا اتعلمت منها. اتعلمت منها الشجاعه؟ اتعلمت منها ان العمر كله ممكن يتلخص في لحظه صدق نعيشها ولو مره واحده. لو عشناها بجد يبقى كاننا عشنا العمر كله. برضه طالعين انتوا الاثنين؟ والله يا كرمة انا وعم الشيخ عبد الكريم قلنا له بلاش انت العمليه دي، هو المصر برضه. الجواز لا هيمنع نصيب ولا غيره عم مالك، ولو مكتوب لاي حد فينا حاجه لازم هيشوفها. يا اخي بس انت فرحك بكره، وكرمة من حقنا تقلع عليك. عليكم انتوا الاثنين يا مالك، انتوا الاثنين. انت مالك زعلانه من حاجه؟ زعلانه من بلدنا قوي، مش مخلينا نعرف نفرح. مش ذنبها يا حبيبتي، بلدنا نفسها تفرح بينا وبيها، بس هنعمل ايه؟ زي ما انت شايفه اهو ادينا بنحاول نسرق شويه لحظات جميله في الايام السودة دي. بس هتبقى اصعب لو اللي بيحبوك بعدوا عنك، عشان كده بوصيكم انتوا الاثنين خلوا بالكم من بعض. انا عن نفسي هاخد بالي منه عشان ده عهده، ولازم نرجعه شخص سليم قبل الفرح. الشيخ عبد الكريم قال تصلي الجمعه هنا، يعني لو اتاخر عليكي كده كرمه لمده اسبوع يبقى غير رايه. لا مش هتاخر، هاجي في الميعاد. كلنا ان شاء الله مش لوحدي. شريف ما قالكش هيجي امتى؟ اصله اتاخر قوي وموبايله خارج الخدمه. ما تقلقيش يا حبيبتي، تلاقيه في مكان ما فيهوش ارسال ولا الشحن خلص منه، انت عارفه تليفونات اللي ايه. كمان يا مالك تعبانه ولا ايه؟ لا لا ابدا، مرهقه بس شويه. انا هقوم ارتاح جوه لغايه ما يجي شريف، ولما يجي يبقى صحيني من فضلك يا سامي. اطلب لك الدكتور؟ لا لا دكتور ايه، ما الدكتور زمانه جاي دلوقتي، لما يجي خليه يقيس لي الضغط، بس انا حاسه ان ضغطي عالي شويه. كاميليا كارما حالتها غريبه قوي النهارده يا مالك. عروسه بقى وزي كل البنات، نفسها يكون لها فرح كبير والمعازيم كلها تحضر والحاجات اللي انت فاهمها دي يعني. بس الكلام ده لو كنا في ظروف عاديه، وبعدين هي معانا على الحال ده من ساعه الحرب ما بدات. لا انا شاكك في حاجه تانية خالص. حاجه ايه؟ مش عارف، ممكن تكون مش متحمسه للجوازه دي اصلا، او تكون مشاعرها ناحيتك يعني. اوعى تكمل يا رشيد، اوعى تكمل. من يوم ما انت وهي اتفقتوا على الجواز وهي بقت زي اختي، زي ما انت اخويا بالظبط. امال مالها فيها ايه؟ لما ترجع بسالها. هسالها، بس دلوقتي احنا عندنا مهمه تانية خالص ولازم ننجح فيها برضه. وعشان ننجح ونخلي عدو يخسر لازم نحافظ على نفسنا على قد ما نقدر. نحافظ على نفسنا. سامعني يا عريس؟ انا لو جرى لي اي حاجه ارجوك ارجوك بلاش تكمل بقى. ان شاء الله كلنا هنرجع بعد العمليه، وهعمل لك انت وكارما حته فرح ما حصلش في الفلوجه كلها. يلا بينا بقى عشان اتاخرنا على الناس، ولسه قدامنا سفر، سفر طويل قوي. يلا عم رشيد. يا بابا ماما مالها؟ لسه مش عارفين يا حبيبي، ربنا يستر. انا اسف يا بابا، موبايلي كان فصل شحن وكنت مع اصحابي في مشوار كده رخم شويه، بس الحمد لله ان حضرتك سبت لي اسم المستشفى. انا عليها قوي يا شريف، انا عليها خالص، مش هستحمل انها تروح مني.
عمرها ما اشتكت، عمرها ما قالت آه مهما كانت تعبانة حتى. الست لو شفتها النهاردة وهي تعبانة شكلها ما يطمنش، طمنش أبدا. خير يا دكتور؟ احنا عملنا دلوقتي الإسعافات اللازمة، بس بتهيألي إن احنا محتاجين نعمل شوية تحاليل وفحوصات متخصصة. تحاليل وفحوصات؟ تحاليل ايه يا دكتور؟ دلالات أورام. الكلام ده لسه هيتأكد بالتحاليل والفحوصات، بس كده الحالة في الغالب ماشية في اتجاه إن مدام كاميليا عندها ورم في الجهاز الهضمي. طبعا الحالة في الوقت ده هتكون تحت إشراف استشاري في جراحة الأورام، وهو اللي هيحدد إذا كنا هنحتاج جراحة ولا العلاج هيكون بالأدوية الكيماوية والإشعاع. مالك يا سامي؟ أنت عيان؟ آه عيان، عيان قوي، عيان عشان بحب، بحبك وعياكي دايرة بك حياتي ومخليني في منتهى الضعف. انت طول عمرك قوي، كل الناس بتعتمد عليك، لكن انت لا. بيتهيألك انا اذا كنت قوي، انا قوي بيك يا كاميليا، بحبك بحنانك. سامي انا عندي ايه؟ قالوا لك ايه؟ ولا حاجة، يعني قالوا لي انك انت متجوزة واحد بيموت فيكي ويحبك قوي، وانه حياته مرتبكة خالص عشان انت سايباه وقاعدة هنا في المستشفى بعيد عنه، وقالوا لي كمان انك عندك ابن زي الفل هيتخرج من كلية الطب قريب وعايز يربك روحه بسرعة ويتجوز، وقالوا لي كمان انها لازم تخف بسرعة عشان تمثل دور الحمل. ان شاء الله هبقى كويسة، لما ترجع هتلاقيني بقيت احسن. ارجع؟ ارجع منين؟ انت فكرك انا هسافر؟ وفي حاجه في الدنيا تمنعني ان انا اكون جنبك خصوصا دلوقتي؟ لا يا سامي ما تزودش تعبي، ده ابنك الكبير وفي محنه. حبيبتي انا مرتب كل حاجه في امريكا كاني هناك بالظبط، ما انا ليا ناس هناك، وبعدين يوسف مش عيل صغير. هو انا يعني العيله صغيره؟ بعدين هو شريف جنبي اهو، ربنا يخليه. ويخليكي لينا يا كاميليا، يخليكي لينا حبيبتي. ما تفكريش في اي حاجه دلوقتي غير انك تخفي بسرعه عشان نروح نتعشى سوا على النيل انا وانتي. أنا آسف يا دنيا، آسف جداً إن أنا مش مسافر معاكي، بس حكاية عايا كاميليا المفاجئ ده لخبط لي كل حاجة. مش هقدر أسافر إلا لما أطمن على التحاليل اللي بتتعمل لها، لكن أوعدك إن شاء الله أول ما أطمن عليها هكون جنبك بأسرع وقت ممكن. إن شاء الله تطمن عليها يا رب. بس أنا عايزة حضرتك توعدني بحاجة تانية يا أستاذ سام. أمور يا دنيا. تخلي بالك من نور لو جرى لي حاجة. ايه التشاؤم ده بس يا دنيا؟ خليكي متفائلة، ما تقلقيش، انا مرتب لك كل حاجة هناك، وفي ناس صحابي هيستنوكي ومش هيسيبوكي لحظة واحدة، وان شاء الله ربنا هيفرجها. ان شاء الله ربنا هيفرجها علينا كلنا، بس غصب عني ما قدرتش امنع نفسي من الخوف. دنيا بقولك ما تخافيش، طول ما انا موجود محدش هيقدر يلمسك هناك. عارف يا أستاذ سامي، لو كانوا قبضوا علي أنا ويوسف في العراق أو سوريا أو لبنان ورحلونا على طول على أمريكا، يمكن إحساسي كان اختلف، يمكن ساعتها ما كانش يفرق معايا يعملوا فيا إيه، يسجنوني يعذبوني
أو حتى يفرجوا عني، لكن بعد ربنا ما ساعدني ووصلنا مصر بالسلامة كل الأحاسيس دي عندي اختلفت. فاهم، بقى صعبان عليك تسيبي مصر تاني؟ ها؟ خايفة تهان تاني بعد ما حسيت بمعنى الأمان هنا في بلدي. حاجة غريبة قوي، الوطن ده عامل زي حضن الأم، بنبقى فيه كده على طبيعتنا من غير زينة ولا رتوش. هتصدقني لو قلتلك إني ساعة ما وصلت اسكندرية حسيت إن مخزون القوة اللي جوايا خلاص وصل لمحطته الأخيرة، وحاجة بتقولي أنت مش محتاجة لقوة ولا حذر عشان خلاص رجعت لجذورك، الجذور رجعت اتغرزت في أرضها من تاني. دنيا، أنت لو في أي قلق نشوف أي بدائل لسفرك ده. أرجوك تفهمني صح يا أستاذ سامي، أنا إحساسي بالواجب ناحية يوسف مش معرض لأي تردد أو تغيير رأي. كل الحكاية أنا مش حاسة أن أنا خايفة من أي حاجة في الدنيا دلوقتي غير أني ما أقدرش أرجع بلدي تاني. علشان كده ومع كل الضمانات اللي أنت بتتكلم عنها، كل اللي بطلبه منك أنك توعدني مرة تانية في وسط مشاغلك دي كلها. أرجوك لو جرالي أي حاجة اوعى تنسى نور. أوعدك يا دنيا، بس أنا عايزك تعرفي حاجة مهمة قوي. أنت لما سبت مصر من 20 سنة كنت رايحة لأهلك في العراق، دلوقتي بقى وأنت سايبة مصر عايزك تعرفي حاجة واحدة بس، أهلك اللي هنا مش هيسمحوا لك إنك تبعدي عننا، ولا أنا، لا أنت ولا يوسف. دكتورة دنيا، أنا تابعت حكاية حضرتك، وحضرتك ما زهقتيش من السفر؟ والله زهقت، بس السفرية دي ضرورية قوي عشان أرتاح بعد كده. ترجعي لنا بألف سلامة إن شاء الله وتنوري مصر. ميرسي. حضرتك دنيا ابو ليلى؟ اي انا ستيف ويليامز محامي جوال. انا اسف على التاخير. لا انا لسه واصله حالا، ما حصلش حاجه، بس قولي اخبار جو ايه؟ هتعرفيها منه دلوقتي، انا بس عايز اشرح لك نظام الشهاده هيكون ازاي. هو حضرتك متضايق من حاجه؟ لا ابدا، ده اقول لك صراحه جاتني مكالمه الصبح خلتني متوتر شويه. حاجه بخصوص القضيه؟ باختصار هي مكالمه تهديد، يا اما اسيب القضيه يا اما اتعرض لانتقام ومشاكل كبيره. مدام دنيا، انا احمد سيف النصر من السفاره المصريه. اهلا وسهلا، ما تقلقش انا عندي فكره عن المقابله دي. احنا كنا مأمنين خروجك من ساعه المطار لغايه لما قابلت مستر ويليامز. انا عارفه ان اللي بتعملوه معايا ده مساعده غير رسميه، انا اقدر اقدر حساسيه الوضع. مهما كانت اللوائح والتعليمات فتاكدي حضرتك ان كل اللي شغالين في السفاره المصريه اخواتك واهلك. طب هو حضرتك عارف موضوع مكالمه التهديد اللي جات لي بخصوص قضيه جو؟ التعصب ما نقدرش نعمل له حاجه، لكن شغلتنا ان احنا نحاول نساعد الناس اللي تستاهل المساعده. عارف يا استاذ احمد، جو لغايه دلوقتي ما يعرفش ان انا هنا، لسه مستر ويليام بيحكي لي انه لما عرض عليه الفكره رفض وقال لا، خاف ان وجودي هنا ممكن يبقى فيه خطر عليا. تفتكر الانسان ده ومع كل مواقف الرجوله والشهامه
اللي عملها معايا ومع طفلة صغيرة ما يستاهلش ان انا اخاطر علشان اساعده.